يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، سوف نتحدث اليوم عن صحابي آخر من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابة النبي كلهم نجوم، ونجم لقائنا لهذا اليوم صحابي كلكم تعرفونه، صحابي جليل من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرض هذا الصحابي لكثير من التعذيب والتنكيل، والذي كان موكل في تعذيب هذا الصحابي هو أمية بن خلف. هذا الصحابي هو كان عبد عند أمية بن خلف الذي كان يعذبه ليل نهار، والذي أنزل به أشد أنواع التعذيب من أجل أن يرجع عن دينه الذي اعتنقه وعن صحبته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الصحابي أصر أن يبقى ثابتا على موقفه، وأصر أن يبقى ثابتا على دينه وعلى إسلامه، حتى وصل به الحال أن كان في صحراء مكة التي لا يمكن لأحد أن يتحملها، ولكن صبره ذاك هو الذي جعلنا الآن نتحدث عن ذلك الصحابي الجليل، وتذكره كتب تاريخ العالم الإسلامي، وسطرت قصته بأحرف من ذهب يتداولها الكبير والصغير. سؤالنا اليوم: من هو هذا الصحابي الذي تحدثنا عنه، ومن هو هذا النجم الذي تكلمنا عن قصته في هذا اليوم؟ والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.